في المحور الأول في صفحة 6 الفقرة الأخيرة واستكمالها في صفحة 7، وهني أخوي عمر قاعد يتكلم عن عقدين الوفرة. أخوي عمر، أنت وجهت لي سؤال برلماني عن هذه العقود، بسألك، قريت ردي عليك؟ قريت الإجابة اللي وصلت لك عن هذه العقود؟ نسخة الإجابة موجودة عندكم أيضاً في حافظة المستندات. نعرض الإجابة لو سمحتم. الإجابة أرسلتها لأخوي عمر الطبطبائي في يوليو 2019، يعني قبل أكثر من 3 أشهر، وهذه الإجابة اللي يستند عليها أخوي عمر في توجيه أول اتهام لي. في البند الثالث لما سأل عن العقد 1302 والعقد 1321، العقدين ملوت الوفرة، شنو جاوبته؟ قلت له تم إنذار المتعهد، وتطبيقاً للضوابط المعتمدة بالمؤسسة تم حرمان الشركة من الدخول في مناقصات المؤسسة. أخوي عمر، هذه العقوبة ليش أخفيتها عن المواطنين وعن النواب في صحيفة استجوابك؟ ليش تقول وجهت فقط إنذار لذر الرماد في العيون؟ العقوبة موجودة عندك في الإجابة البرلمانية من شهر 7، قبل أكثر من 3 أشهر ما تقدم استجوابك. للشركتين قلت لنا وجهت إنذار وحرمت الشركة من الدخول، الشركتين من الدخول في مناقصات المؤسسة. وترى ما كان بس هذه حد العقوبة اللي طبقت على الشركات. في نفس الإجابة البرلمانية اللي عند أخوي عمر الطبطبائي من أكثر من 3 أشهر سألني تحديداً، قال لي خاطبت جهاز المناقصات؟ رديت عليه وقلت له بالرغم من أن المؤسسة معفية من الرقابة المسبقة وما تخضع لجهاز المناقصات، ولكن خاطبنا جهاز المناقصات بطلب حرمان الشركتين من الدخول في مناقصات الدولة.